السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ازاي نعمل برنامج تأهيلي للإصابات الرياضية. الأول كده عايزين نعرف الإصابة، يعني ايه إصابة أصلا؟ الإصابة ديت عبارة عن إن أنا بيحصل لي تهتك أو بيحصل لي إعاقة لنسيج من أنسجة الجسم. أنسجة الجسم ديت اللي هو النسيج العظمي مثلا أو النسيج العضلي أو النسيج الخاص بالأربطة، كل دي أنسجة موجودة في الجسم، تمام؟ التلف او الاعاقه دي بتحصل نتيجه تدخل بشكل عنيف وبشكل مفاجئ. ممكن يحصل نتيجه مؤثر فسيولوجي، تمام، ممكن يحصل نتيجه مؤثر ميكانيكي، ممكن يحصل نتيجه مؤثر ذاتي. يعني ايه مؤثر ميكانيكي ويعني ايه مؤثر ذاتي ويعني ايه فسيولوجي والكلام ده كله؟ احنا عندنا السبب اللي بيسبب الاصابه ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هو المؤثر الفسيولوجي ده، وده نتيجه الاحمال التدريبيه. يعني انا دلوقتي لو عملت احمال تدريبيه بشكل غلط فاللاعب بتاعي هيتعرض لاصابات نتيجه المجهود اللي هيحصل او نتيجه الاحمال التدريبيه الغير مقننه، فده هيسبب له اصابات وهيؤدي لفقد الجسم لبعض العناصر اللي هتسبب اصابات زي التقلص العضلي، وهتلاقي فيه اصابات ممكن اللاعب بتاعي يحس بدوخه، اللاعب بتاعي يحس بارهاق، اللاعب بتاعي مجهد باستمرار نتيجة الأحمال التدريبية الغلط. طيب تاني تأثير معايا وهو التأثير الذاتي. التأثير الذاتي ده اللي هو مثلا لو اللاعب بتاعي ده بيتمرن في الجيم فبيتمرن غلط، بيعمل التكنيك بتاع التمرين بشكل غلط، فطبيعي ان هو هيتعرض لإصابة. فالإصابة ناتجة عن ذات اللاعب، ان هو اللي عور نفسه او هو اللي عمل إصابة لنفسه، فعلشان كده بنسميه مؤثر ذاتي. طيب ايه هو بقى المؤثر الميكانيكي ده؟ ديت حاجه نتجت عن حركه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دلوقتي اللاعب بتاعي وهو في التمرين مثلا او في الماتشات اتعرض لتدخل او اصطدام مع المنافس بتاعه، او اتخبط في زميله، او اتخبط مثلا في القائم، او مثلا لو هو بيلعب اي رياضه تانية ممكن يتخبط في اي اداه من ادوات الرياضه المستخدمه، تمام؟ يعني احنا ما بنتكلمش على كرة القدم بس، ممكن يبقى فيه جمباز، ممكن يبقى فيه ملاكمة، ممكن يبقى فيه مصارعة، ممكن يبقى فيه اي لعبة تانية مش شرط كرة القدم بس، تمام؟ فهي ديت الاصابات. يعني ايه اصابة؟ ندخل بقى على التأهيل. يعني ايه تأهيل اصلا؟ التأهيل ده بمنتهى البساطة خالص وباختصار شديد، ان التأهيل ده اللاعب المصاب ده انا مطلوب مني ان انا ارجعه للحاله اللي كان عليها، والحاله اللي كان عليها دي بتشمل حالته البدنيه، بتشمل حالته الفنيه، بتشمل حالته النفسيه، بتشمل حالته الوظيفيه، او الاعضاء بتاعته لازم أن ترجع تأدي الوظيفه بتاعتها بشكل طبيعي اللي كان بيأديها قبل الاصابه، او على الاقل يبقى اقرب ما يكون لحالته اللي كانت قبل الاصابه. يعني مثلا توصل 95، لان الموضوع ممكن يختلف على حسب الشخص اللي قدامي ده هو رياضي ولا مش رياضي، الشخص ده بيلعب مثلا دوري ممتاز ولا بيلعب ناشئين ولا بيلعب براعم ولا بيلعب درجه رابعه، ولا سنه كام سنه بالظبط، عنده كام سنه، العوامل او الفروق الفرديه، الحاجات دي كلها بتاثر معايا وهي اللي بتساعدني، وخصوصا حالته النفسيه هي اللي بتساعدني هوصله بشكل اسرع، تمام؟ يبقى كده التاهيل يا جماعه هو سرعه اعاده اللاعب لممارسه النشاط الرياضي بتاعه اللي هو التدريبات والماتشات بتاعته، بشرط ان هو يرجع لنفس او لكفاءته من حيث الناحيه البدنيه والوظيفيه والنفسيه وكل الجوانب، تمام؟ وده علشان يسهل او علشان يأدي متطلبات النشاط الرياضي بتاعه على حسب بقى الرياضه اللي هو بيلعبها. احنا قلنا من شويه ان مثلا في واحد بيلعب كره قدم، واحد بيلعب سله، واحد بيلعب يد، فالمتطلبات اللي المهاره او المتطلبات اللي النشاط ده محتاجها بتختلف من الرياضه للتانيه سواء فرديه او رياضه جماعيه، تمام؟ ايه هي الاهميه اللي هتعود على اللاعب المصاب لو انا او بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي؟ اول حاجه الالم. البرنامج التأهيلي ده بيساعدني ان انا اتخلص من الالم بشكل تدريجي لحد ما الالم ينتهي تماما. تاني حاجه بالنسبه للقوى العضليه، طبعا نتيجه ان في اصابه فطبعا القوى العضليه او العضلات بتتاثر، فبالتالي بتبدا تضعف شويه، وكمان نتيجه الراحه فبتبدا ان هي تضعف. فمن اهداف او اهميه البرنامج التأهيلي ان هو يشتغل على تحسين القوه العضليه للجزء المصاب، ومش بس الجزء المصاب، لا الجزء السليم كمان. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي لما بشتغل البرنامج التاهيلي بتاعي، لو انا مثلا عندي اصابه في العضله الاماميه في الرجل اليمين مثلا، فانا بشتغل في الرجل اليمين وبهمل الرجل الشمال لانها سليمه ما فيهاش اي اصابه، وده طبعا غلط لان انا دلوقتي الرجل السليمه نتيجه الراحه هتبدا ان هي تضعف، فبعد انتهاء البرنامج التاهيلي هلاقي ان الرجل المصابه بقت اقوى من الرجل السليمه، وده طبعا هيسبب لي مشكله. فعلشان كده لازم احافظ على النغمه العضليه للجزء السليم، تمام؟ ده بالنسبه لقوه العضلات. تاني حاجه المدى الحركي. انا عندي طبعا نتيجه الاصابه بيحصل تقيد للمدى الحركي، المفصل ده بيفقد القدره الوظيفيه بتاعته. يعني لو المفصل ده بيعمل مثلا مد وثني بتلاقي ان هو في تقيد للحركه ما بيحصلش بشكل كامل. فانا من اهداف التاهيل بتاعي ان انا ارجع المفصل ده ان هو يقضي الوظيفه الحركيه بتاعته بشكل سليم بنفس الحاله اللي كان عليها قبل الاصابه. طيب انا ممكن اصلا يبقى واحد عندي طبيعي ان المدى الحركي بتاعه بيوصل مثلا لحد 95% هو ده الطبيعي، او لحد 90% وهو ده الطبيعي، فانا لازم الاول اشوف الجزء السليم علشان ابدا اقارن بيه، لان في بعض الناس بيكون عندها كده، هي ربنا خلقها كده، المدى الحركي بتاعهم ما بيوصلش للاخر، تمام؟ فانا بقارن بالجزء السليم علشان اعرف الجزء المصاب ده وصل للحاله الطبيعيه ولا لسه ما وصلش للحاله الطبيعيه. بعد كده من اهداف البرنامج التاهيلي ان هو بيساعدني او بيعجل بسرعه التئام الانسجه اللي هي حصل فيها تمزق نتيجه الاصابه، وكنا قلنا المحاضره اللي فاتت او الفيديو اللي فات قلنا ان الاصابه بتحصل او بيحصل تهتك او اعاقه لنسيج من انسجه الجسم، تمام؟ وطبعا انسجه الجسم اللي احنا قلنا ان البرنامج التاهيلي من اهدافه ان هو بيساعد في سرعه التئامها، سواء بقى نسيج عضلي، سواء بقى كان نسيج خاص بالاربطه لو في تمزق في الرباط مثلا، او في تمزق في العضلات، او في كسر مثلا في العظام، او ايا كان نوع الاصابه او ايا كان نوع النسيج اللي اتعرض للاصابه. بعد كده بقى من اهداف البرنامج التاهيلي ان هو يوصل اللاعب بتاعي لحالته البدنيه اللي كان عليها لاقصى امكانياته البدنيه، المهاريه، الخططيه، جميع الجوانب زي ما اتفقنا اللي كان عليها قبل الاصابه لازم يوصل عليها. لو كان قبل الاصابه بنسبه 100% لازم توصله بنسبه 100% او اقرب ما يكون ل 100%، يعني مثلا توصله ل 95%، ده اقل حاجه خالص، تمام؟ طيب بعد كده بقى ببدا ان انا اشتغل على التوافق العضلي العصبي، طبعا التوافق مهم جدا، والتوازن والكلام ده كله ببدا ان انا احققه من خلال البرنامج التاهيلي بتاعي، تمام؟ ده بالنسبه لاهداف البرنامج التاهيلي. زي ما اتفقنا ان انا بشتغل على القوه العضليه، المدى الحركي، بشتغل ان انا ارجع اللاعب بتاعي لحالته اللي كان عليها قبل الاصابه في جميع الجوانب. انا عندي اول حاجه في قواعد، تمام، لازم امشي عليها وانا بعمل البرنامج التاهيلي بتاعي. اول حاجه ان التمارين اللي انا بحطها في البرنامج التاهيلي لازم تكون بتناسب الاهداف بتاعه البرنامج التاهيلي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي وانا بعمل البرنامج التاهيلي انا عايز اشتغل على القوه العضليه، او عايز اشتغل على التحمل، او عايز اشتغل توازن، او عايز اشتغل قوه، فانا عايز اشتغل على حاجه محدده، فلازم انا احط التمارين اللي بتناسب الجزء اللي انا محتاج اشتغل عليه. يعني مثلا لو انا محتاج اشتغل توازن فلازم احط تمارين تتناسب مع اهداف البرنامج اللي هو التوازن، تمام؟ ما ينفعش اكون عايز اشتغل توازن واحط تمارين لعنصر تاني، ما ينفعش، تمام؟ تاني حاجة ان انا البرنامج التأهيلي ده لو عندي 2 لعيبة ما ينفعش 2 لعيبة مصابين، 2 عندهم مثلا اصابة الضمة، ما ينفعش ان انا ادي البرنامج التأهيلي لل2 لعيبة. ليه بقى؟ لان اللعيب ده اتصاب في وقت، واللعيب ده ممكن يبقى اتصاب في وقت تاني، اللعيب ده ممكن مثلا يبقى هو شغال مستوى اعلى من التاني، فطبعا ما ينفعش. مثلا اللعيب ده ممكن يكون عنده الفروق الفردية بتاعته مختلفة عن ده، فما ينفعش ان انا اعمل برنامج تاهيلي واديه لكل المصابين. يعني ما ينفعش اعمل برنامج تاهيلي مثلا لاصابه العضله الضمه واديه مثلا لاحمد ومحمد وكريم والناس دي كلها اديهم نفس البرنامج، لا، انا لازم اعمل برنامج يكون بيناسب حاله وبيناسب اللاعب اللي اتعرض للاصابه ده، تمام؟ ما ينفعش ان ال2 لعيبه يطبقوا نفس البرنامج، فلازم ان البرنامج يطبق بصفه فرديه. نيجي بعد كده ان احنا زي ما اتفقنا من شويه نخلي بالنا من الفروق الفرديه. التمرينات نبدأ بالتمرينات السهلة لحد ما نوصل للتمرينات الصعبة. ما ينفعش مثلا البرنامج التأهيلي بتاعي احط التمرينات الصعبة الاول وبعد كده احط التمرينات السهلة، فده هيسبب مشكلة بالنسبة للمصاب بتاعك. طيب بعد كده بقى ما ينفعش ان انا التمارين، انا عندي تمارين كتير جدا، ما ينفعش ان انا اعمل 5 تمارين مثلا واخلي المصاب يجي كل يوم يأدي نفس ال5 تمارين، لا ما ينفعش. لازم ابدا ان انا احط تمارين مختلفه، ابدا احط تمارين بادوات، تمارين باجهزه، الكلام ده كله علشان المصاب ما يحسش بملل وما يحسش بزهق ويحس ان الموضوع يعني بدأ يزهق بقى وبدأ يمل، فبالتالي مش هيكمل في التأهيل، هيبدأ ان هو يكسل يجي اصلا جلسات التأهيل. فطبعا لازم تخلي بالك من نقطة مهمة زي ديت. بعد كده لازم البرنامج التأهيلي ده اقدر ان انا اعدل عليه. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا عملت برنامج تأهيلي والبرنامج ما حققليش الاهداف اللي انا عاوزها، فبالتالي لازم أن يكون البرنامج ده اقدر ان انا اعدل عليه علشان اضيف مثلا تمارين او اشيل تمارين منه. لو مثلا في لعيب الورم زاد عنده، او مثلا الوجع زاد عنده، الالم زاد عنده، فلازم أن يكون البرنامج بتاعي اقدر ان انا اعدل عليه واقدر ان انا اغير فيه تمارين مثلا او الكلام ده كله. تمام. لازم التمارين اللي انا بعملها او جلسات التأهيل بتاعتي تكون مناسبة للشخص ده. التمرينات العلاجية والتمرينات المستخدمة في البرنامج التأهيلي. انا عندي ايه هي تمرينات علاجية الاول؟ انا عندي التمرينات العلاجية او التمرينات التأهيلية ديت هي وسيلة من وسائل العلاج الحركي. وظيفة التمرينات ديت ان هي تحافظ على الصحة بتاعة الفرد وتحافظ على لياقته علشان ما يحصلش مضاعفات للأجهزة الحيوية للجسم نتيجة الإصابة اللي حصلت. طيب التمرينات ديت ليها تقسيمات. عندي أول حاجة تمرينات سلبية، تمرينات إيجابية، تمرينات بمساعدة، تمرينات بمقاومة. طيب يعني ايه تمرينات سلبية؟ التمرينات السلبية ديت هي التمرينات اللي بتؤدى تمام نتيجة مثلا او بتؤدى بواسطة مثلا جهاز او بواسطة المعالج بتاعك. اهم حاجة في التمرينات السلبية ان المصاب ما بيعملش اي جهد عضلي نهائي في تأدية التمرينات السلبية. طيب تاني نوع وهو التمرينات الإيجابية. التمرينات الإيجابية اللي فيها التمرين بيؤدى او بيعتمد فيها بقى المصاب على انقباض العضلات بتاعته. اما بالنسبة للتمرينات بمساعدة فالمصاب بيؤدي التمرين بواسطة المعالج بتاعه، بيبدأ ان هو يساعده في اداء التمرين. اما التمرينات بمقاومة فهنا بقى بنبدأ ندخل في مرحلة اكبر شوية وبيبدأ يستخدم المقاومة زي الاثقال، زي مثلا الاساتيك، زي مثلا اجهزة الجيم، كل دي اثقال بتسبب مقاومة. الكرة الطبية مثلا، اي اداة بتسبب مقاومة او بتعمل مقاومة فهي المستخدمة في التمرينات بمقاومة. فهو ده كان تقسيمات التمرينات. تمام. طيب التمرينات ديت فايدتها ايه او بتشتغل على ايه؟ التمرينات يا جماعة العلاجية ديت اولا بتحافظ على النغمة العضلية في الجزء السليم. زي ما اتفقنا ان احنا العضلات طالما العضلات قوية تمام الإصابة هتبدأ إن هي يحصل التئام أو يحصل شفاء للأنسجة اللي هي بقى تعرضت للإصابة، فبالتالي بتبدأ إن أنت تخف. كمان المدى الحركي، طول ما العضلات قوية، العضلات العاملة على المفصل، العضلات ديت خلاص قويت، يبقى المفصل هيأدي الوظيفة الحركية بتاعته بشكل طبيعي مفيهوش أي مشكلة. طبعا التمرينات ديت مهمة جدا في البرنامج التأهيلي. تمرينات يعني ليها فوائد كبيرة جدا وليها فوائد كتير جدا بتستخدم في علاج الإصابات الرياضية، وخصوصا بقى يا جماعة مشاكل الظهر. هتلاقي ان دايما التمرينات تقويات العضلات او تقويات القطنية ديت حاجة مهمة جدا لانها بتسبب مشكلة كبيرة جدا، لان طبعا العمود الفقري هو يعني لو في مشكلة خلاص كده انت مش قادر تتحرك، مش قادر تقعد، مش قادر تعمل اي حاجة. فعلشان كده تقوية العضلات ديت حاجة مهمة جدا. مراحل البرنامج التأهيلي قبل ما ندخل بقى في ازاي تكتب برنامج تأهيلي. تمام. اول حاجة انا عندي البرنامج التأهيلي بيتم خلال 3 مراحل، وفي بعض الاصابات ممكن تاخد معايا 4 مراحل، بس الشائع هما 3 مراحل. المرحلة الأولى لها أهداف، ما ينفعش إن أنا أنتقل للمرحلة التانية إلا ما أحقق أهداف المرحلة الأولى الأول. عندي المرحلة التانية، عندي المرحلة التالتة، وزي ما اتفقنا ما ينفعش أروح مرحلة إلا ما أحقق أهداف المرحلة اللي قبلها، تمام؟ حتى لو أنا كنت محدد مدة زمنية والمدة خلصت ما ينفعش برضه أنتقل طالما ما حققتش الأهداف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت دلوقتي لما نيجي نتكلم الفيديو الجاي عن ازاي تكتب برنامج تأهيلي، هقول لك مثلا ان انت بتقترح مدة زمنية للبرنامج التأهيلي بتاعك، المرحلة الاولى مثلا مدتها وليكن اسبوع، فانت ما تجيش الاسبوع يخلص تقول يبقى كده المرحلة خلصت، لا انت لازم تحقق الاهداف. فانا مش عايز اخدك في القصة دي دلوقتي، خلينا الاول في مراحل التأهيل بصفة عامة. انا عندي مراحل التأهيل زي ما قلنا 3 مراحل، عندي المرحلة الاولى في اهداف لازم احققها، زي ايه مثلا؟ ان انا ابدا اقلل الوجع اللي موجود شويه، لان طبعا اللاعب بيبقى متعرض للاصابه، في اصابات مثلا لو اصابه محتاجه عمليه زي الرباط الصليبي او غضروف الركبه، فالتاهيل بقى بيبدا من تاني يوم الاصابه على طول حتى لو هو هيعمل عمليه. فكان زمان الاول بتعمل العمليه وبعد العمليه باسبوع ولا 2 تيجي تعمل التاهيل، لا دلوقتي التاهيل بيبدا قبل ما تعمل العمليه اصلا بمده. طيب اول حاجه بحاول ان انا اقلل الالم اللي موجود، احاول ان انا يعني احافظ على النغمه العضليه اللي موجوده، اعمل تنشيط كده للعضله، اعمل تنشيط للمدى الحركي. الالتهابات اللي موجوده احاول ان انا اقللها او ان انا احد منها عن طريق البرنامج التاهيلي اللي انا عامله، تمام؟ وطبعا البرنامج التاهيلي بيبقى شامل جزء علاج طبيعي اللي هو ببقى بستخدم فيه الاجهزه اللي انا محتاجها، تمام، علشان الالم وعلشان الالتهابات والكلام ده كله، والجزء الثاني خاص بالتمرينات العلاجيه، تمام؟ طيب المرحلة الثانية ببدأ إن أنا أحافظ بقى على اللي أنا وصلت له في المرحلة الأولى، يعني كمان مش بحافظ بس، لا أنا بزود إن أنا مثلا القوة العضلية، أنا نشطت العضلات بتاعتي في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية بقى أنا بحاول أحسن القوة العضلية شوية، المدى الحركي بحاول إن أنا يعني أنشط المدى الحركي شوية بحيث إن هو يجي معايا شوية بشوية، تمام؟ المرحلة الثالثة بقى لازم أكون المدى الحركي بتاعي وصل لحالته الطبيعية اللي كان عليها قبل الإصابة، لازم يكون الجزء المصاب ده استعاد القوة العضلية بتاعته بنسبة 100% نفس الحالة اللي كان عليها قبل الإصابة. يعني مثلا التوافق العضلي العصبي، التحمل، اللياقة البدنية بتاعته، يعني الأداء الوظيفي للمفاصل بتاعته لازم تكون وصلت للقدرة الحركية اللي كان بيأديها بشكل طبيعي جدا. كل دي حاجات لازم أحققها خلال 3 مراحل البرنامج التأهيلي. طيب التقييم بقى لعودة اللاعب لممارسة النشاط الرياضي بتاعه، عندي بعض الاختبارات وبعض الحاجات اللي انا بعملها علشان اللاعب بتاعي ينزل الملعب تاني ويرجع بقى ان هو يشارك في التدريبات ويشارك في التدريبات الجماعية طبعا والماتشات بشكل طبيعي جدا خلاص بعد ما تعافى من الإصابة. أول حاجة أنا بعمل اختبارات بدنية وظيفية للاعب بتاعي. الاختبارات دي عبارة عن إيه؟ اختبارات عبارة عن الاختبارات للقوة العضلية، اختبارات لتحمل القوة، اختبارات لتحمل السرعة، بعمل له اختبارات علشان اشوف التوازن بتاعه والحس بتاعه، عشان اشوف عنده التوافق العصبي والكلام ده كله. ببدأ ان انا اعمل له اختبارات ميدانية داخل الملعب على حسب بقى النشاط الرياضي اللي هو بيلعبه، ببدأ ان انا اعمل له اختبارات علشان يشوف، او انت تشوف بقى بدورك ان انت اخصائي التأهيل بتاعه تشوف حالته وصلت لفين وتشوف مستواه وصل لحد فين. وكمان بقى بنعمل له اختبارات مهاريه على حسب نوع النشاط الرياضي اللي هو بيمارسه، يعني مثلا واحد بيلعب كره قدم غير واحد بيلعب كره سله غير واحد بيلعب مثلا رياضه فرديه، الكلام ده كله بقى بتشوف انت الجوانب المهاريه او الاعداد المهاري الخاص بالنشاط الرياضي ده، وبتبدا ان انت تعمل له اختبارات فيه علشان تشوف هو وصل لحد فين معاك. الاختبارات دي بعد ما بتأديها بتشوف اللاعب بتاعك بيأديها بشكل طبيعي. ممكن في الأول يبقى هو خايف نتيجة النفسية بتاعته لأنه هو جاي من إصابة، ودي بنلاحظها في الإصابات الكبيرة بس، زي مثلا راجع من إصابة رباط صليبي، راجع من إصابة غضروف ركبة، راجع من إصابات بتبقى كبيرة شوية، فبتلاحظ إن اللاعب بتاعك نفسيا محتاج تهيئ نفسيا. علشان كده لو تفتكر قلنا من أهداف البرنامج التأهيلي إن أنا أرجع اللاعب بتاعي لحالته اللي كان عليها قبل الإصابة قلنا الحالة النفسية والحالة البدنية والحالة الوظيفية والخططية والمهرية، قلنا جميع الجوانب، تمام؟ فما ينفعش ان انا اهمل الحالة النفسية. لكن لو الاصابة بسيطة بتلاقي مفيش اي مشكلة واللاعب بينزل يأدي بشكل طبيعي عادي، مفيش مشكلة. كمان يا جماعة لازم اهتم بتمرينات التوازن، تمرينات القوى العضلية، المدى الحركي. لازم البرنامج التأهيلي يكون فيه التمارين دي كلها لانها مهمة جدا في تأهيل الاصابات الرياضية. وكمان لازم اعمل كل فترة كده، يعني مثلا اول ما المصاب بتاعي بيجي لي بعمل له اختبار، بشوف مثلا العضلات بتاعته، بقارن الاجزاء السليمة بالاجزاء المصابة. وفي نص البرنامج التأهيلي كده ببدأ أشوف الدنيا وصلت معايا لحد فين. في نهاية بقى بعد ما بخلص البرنامج التأهيلي خالص بعمل الاختبار ده تاني علشان أشوف التأهيل بتاعي وصل لحد فين. طيب احنا هنتكلم عن ازاي نعمل بقى برنامج تأهيلي لإصابة معينة. بمعنى ايه؟ عندي مثلا إصابة الرباط الصليبي مثلا، هنعمل برنامج تأهيلي لإصابة الرباط الصليبي. اول حاجه ورقه وقلم كده واكتب معايا. اول حاجه انت بتحدد اهداف البرنامج التاهيلي. بمعنى ايه؟ احنا زي ما اتفقنا في المحاضرات اللي فاتت ان انا عندي 3 مراحل للبرنامج التاهيلي، كل مرحله ليها اهداف، سواء بحاول اقلل الالم، بقلل الالتهابات، انشط العضله بتاعتي، اقوي العضله، احاول ارجع المدى الحركي، اعلي اللياقه البدنيه للاعب. كل دي حاجات اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت. طيب انا دلوقتي حددت اهداف البرنامج التأهيلي بتاعي ان انا اتخلص من الالم، ان انا ارجع العضلات بتاعتي للقوة الطبيعية اللي كان عليها قبل الاصابة، المدى الحركي يرجع يؤدي الوظيفة الحركية بتاعته بشكل طبيعي للحالة، يعني نفس الحالة اللي كان عليها قبل الاصابة. وطبعا ارجع اللاعب بتاعي بدنيا ومهريا ونفسيا وفنيا وكل حاجة لنفس الحالة اللي كان عليها قبل التعرض للاصابة. تمام جدا. طيب الخطوة اللي بعد كده، بعد ما كتبت الأهداف ببدأ أعمل التوقيتات الزمنية بتاعة البرنامج التأهيلي بتاعي. أول حاجة إن أنا بحدد المدة الزمنية للبرنامج بتاعي، هنقول مثلا 3 مراحل. طيب ال3 مراحل دول هياخدوا معايا وقت قد إيه؟ ببدأ إن أنا مثلا أحدد وليكن 7 أسابيع أو 8 أسابيع لتأهيل الإصابة. طيب أنا دلوقتي خلاص حددت 3 مراحل، حددت 8 أسابيع مثلا. طيب عايز دلوقتي اعرف انا كل وحده تاهيليه هشتغلها قد ايه، فببدا احط مده زمنيه للوحده التاهيليه بتاعتي. مثلا وليكن المده الزمنيه هتبدا معايا ب 30 دقيقه وهتنتهي معايا مثلا ب 100 دقيقه وليكن، لان طبعا لو انت رجعت للمحاضرات اللي فاتت كنا قلنا ان من القواعد بتاعتك وانت بتعمل البرنامج التاهيلي ان انت تعمل تدرج في شده الحمل بتاعك. طيب انا دلوقتي ليه قلت 30 لحد 100 او هنشتغل 30 لحد 100 ازاي؟ هبدا مثلا ان انا في المرحله الاولى هشتغل 30 دقيقه مثلا، او لما اجي ادخل في المراحل هبدا اجزئها بقى، هتلاقيني مثلا في المرحله الاولى من 30 ل 40 دقيقه، المرحله الثانيه مثلا من 40 مثلا ل 60 دقيقه، والمرحله الثالثه مثلا من 60 ل 100 دقيقه، هنمشي هكذا. تمام؟ فانا دلوقتي بكلمك على اهداف البرنامج بصفه عامه، تمام، بالنسبه لاصابه الرباط الصليبي. طيب انا دلوقتي خلاص حددت التوقيتات بتاع البرنامج وكله تمام، هبدا بقى احدد التمرينات بتاعتي. هقترح تمرينات للبرنامج التأهيلي بتاعي، وليكن مثلا هستخدم 50 تمرين خلال البرنامج التأهيلي لتأهيل اصابة الرباط الصليبي. التمارين بتاعتي لازما تشمل التمارين دي كلها، تمرينات ثابته او التمرينات الساكنه، لازما تشمل تمرينات متحركه، لازما تشمل تمرينات باستخدام اجهزه الجيم، لازم يكون فيها تمرينات للاداء المهاري او المتطلبات المهاريه للنشاط الرياضي اللي انا بلعبه، وليكن مثلا لعبه كره القدم لازم يبقى فيه تمرينات مهاريه لكره القدم موجوده ضمن البرنامج التاهيلي بتاعي. تمام؟ بعد كده بقى خلاص انا حددت اهداف البرنامج والتمرينات بتاعته والتوقيتات بتاعته كله تمام. هبدا بقى اقسم ال3 مراحل. عندي المرحله الاولى هبدا ان انا اخد اهداف المرحله الاولى بس، انا محتاج خلال المرحله الاولى ان انا اقلل الالم، ان انا اقلل الالتهابات اللي موجوده، ان انا مثلا انشط العضله. دي الاهداف اللي انا محتاج اعملها في المرحله الاولى، يبقى هي دي الحاجات اللي انا هشتغل عليها في المرحله الاولى. ما ينفعش اروح المرحله الثانيه الا ما احقق ال3 حاجات اللي انا قلت عليهم دول. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي كتبت اهداف المرحله الاولى. بعد ما اكتب اهداف المرحله الاولى هاجي بقى للمرحله الاولى ديت هتاخد معايا مده قد ايه؟ احنا قلنا ان البرنامج التاهيلي كله هياخد معايا 8 اسابيع، تمام؟ فانا ممكن اقول مثلا ان المرحله الاولى هتاخد معايا مثلا اسبوعين 2، يبقى انا هكتب كده المرحله الاولى اسبوعين 2، تمام؟ دي مده زمنيه انا اقترحتها. يعني مثلا واحد هيقول لي طب الاسبوعين خلصوا فانا اروح المرحله الثانيه بقى، لا غلط، لازم أن تحقق الاهداف. المده الزمنيه ديت مده مقترحه، تمام؟ انا دلوقتي خلاص كتبت المده الزمنيه وخلاص، تمام، مفيش مشكله. بحدد بقى المده بتاعه الوحده التاهيليه اللي احنا قلنا من شويه، هتحدد مثلا انت هتعمل وحده تاهيليه او هتعمل الجلسه التاهيليه بتاعتك مدتها قد ايه. هنبدا مثلا ب 30 دقيقه، تمام؟ من 30 دقيقه ما تقلش عن 30 دقيقه وما تزيدش عن 40 دقيقه، هي دي مده الوحده التاهيليه اللي انت هتشتغل فيها. بتحدد بقى البرنامج التمرينات بتاعتك، انت طبعا هتشتغل تمرينات، احنا قلنا هنقترح 50 تمرين مثلا، هنبدا طبعا بالتمرينات السهله، تمام؟ لو انت رجعت للفيديوهات اللي فاتت عشان تشوف القواعد بتاعه كتابه البرنامج التاهيلي، لان كل حاجه مرتبطه ببعضها. هتبدا بالتمرينات السهله، هتبدا بالتمرينات الساكنه الثابته، تمام؟ وبعد كده التمرينات المتحركه، وبعد كده بقى تبدا ان انت تستخدم بقى اثقال، وهتبدا تستخدم مقاومات اللعب بقى، سواء مثلا اساتك، اكياس الرمل، كور طبيه، الحاجات دي كلها، لحد ما توصل بقى لأجهزة الجيم. طبعا لو انت محتاج مثلا في اصابه الرباط الصليبي هتبقى محتاج جهاز الاماميه، جهاز خلفيه، جهاز ضمه، الكلام ده كله علشان تقوي العضلات المحيطه بمفصل الركبه، تمام؟ في المرحلة الثانية خلاص أنا حققت أهداف المرحلة الأولى، رحت المرحلة الثانية، بحدد أهدافها، بحدد مدتها الزمنية، بحدد تمريناتها، خلاص ببدأ أديها لحد ما أوصل للآخر خالص. هو ده البرنامج التأهيلي أنا بعمله بالطريقة دي، طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة جدا، بتبدأ إن أنت تطبقها بقى على جميع الإصابات، ولكن طبعا التمرينات بتبقى مختلفة، فأنت لو عايز تمرينات هتلاقي أي كتاب إصابات هتلاقي فيه تمرينات تأهيلية، هتيجي في آخر الكتاب كده هتلاقي تمرينات تأهيلية لكل إصابة، هتلاقي مثلا حوالي 60 أو 70 تمرين. لو أنت قرأت كتب كتير هتلاقي تمرينات كتير قوي موجودة في الكتب، تمام؟ فانت بتطبق التمرينات ديت، ولازم تشتغل عملي كتير علشان، وانت بتطبق التمرينات لازم تشتغل عملي كتير علشان تطور نفسك في النقطه ديت، لان انت قرأت التمرين، تمام؟ ولازم تكون برضو عارف التمرينات الرياضيه، تمام؟ لان التمرينات الرياضيه يا جماعه علم من علوم الاصابات الرياضيه، تمام؟ يعني لو انت متابعنا هتلاقي ان الاصابات الرياضيه، تمام، او لو انت قرأت في اي كتاب للاصابات الرياضيه هتفهم ان الاصابات الرياضيه ديت ليها جانب رياضي وليها جانب طبي. الجانب الرياضي ده منه التدريب الرياضي، تمام، ومنه التمرينات الرياضيه اللي احنا بنقول عليها دلوقتي. طب التمرينات ديت هتفيدك بايه؟ هتفيدك ان انت لما تيجي تقرا التمرين وهو مكتوب هتبقى عارف الاوضاع، تمام، سواء اوضاع اساسيه او مشتقه او الكلام ده كله، هتبقى عارف الاوضاع، فلما تقرا التمرين هتفهم التمرين دوت بيشتغل ازاي او بيعمل ايه، تمام؟ فانت تبدا بقى تطبق التمرينات ديت عملي، ومحتاج ان انت تنزل، ويفضل ان انت تنزل في مركز علاج طبيعي او مركز تاهيل علشان تقدر ان انت تشتغل اكتر. يعني الشغل في مراكز التاهيل والعلاج الطبيعي بيبقى اكتر من الشغل في الانديه من حيث التاهيل والكلام ده، هيفيدك اكتر من الانديه، تمام؟ وبكده هتبقى انتهت محاضره التاهيل او كيفيه تصميم برنامج تاهيلي للاصابات الرياضيه معاكم يا جماعة. لو حد عاوز يسأل في اي حاجة بقى في خصوص محاضرة النهاردة الرابط او الكود بتاع اثبات الحضور يا جماعة هو 321، تمام؟ ده الرابط بتاع اثبات حضورك. معاكم بقى لو حد عاوز يسأل على اي حاجة بخصوص محاضرة النهاردة.